كلشي مزيان كلشي بخير عندك الدور كلشي عنده خلص انا مخول مخلص الدور المهم عمر اش اخبارك الحمد لله فين هاد الغبر ما غابرش لا حيت هو الفنان كيتقلق لك تقول له فين هاد الغبر يقول لا انا حاضر موجود لا عاد واحد القضيه الفنان واحد القضيه واعره هو ديك لاغو ديفيزيون شافو كتبدا تعاود الناس كيتحموا خدام ما كيريحش مسكين ما ريحش تحسين ما خدمش كيبقاو يعاودوا له داكشي ديالو واش ما كاينش شي حاجه ديروا لهم على هاد الكونطرا ديال لاكلوز ديال انهم الى عاودوكم تخلصوا قريبه قريبه خاص صادق من الفوق باش يطبقوها في البرلمان كاينه علاقه مع كاين شي مقترح كاين مستقبل الناس اللي غادي في هادشي وصلوا لشي حل في شنو اخر حاجه قلتي فيها عمر باقي حتى صافي اخر حاجه ساليتها قول احسن باشا مع انور معتصم دابا حتى مع هشام جبالي الشخصيه ديال الماضي اللي مات مع منعم الياس صار بيرلوس ما ديال انور معتصم مع صباح اليوم فرح ما معاكمش؟ لا كنتي تقولوا بانك كترفض تمثل مع فرح ولا ماشي كترفض وانك كتوي جيني كتوي جيني انك تمثل مع راسك فشي فيلم سي انا نجيب له دابا بروجي من غادي ولدو يمثل معاه الزوج العزيز ديالي اعمال باش نشارك معاه اجي دخل ولدك للتمثيل دخل ولدك للتمثيل حتى هو ولدي مابقاش نقول حيت باقي ما عندوش وليد مثلا لا عنده بنيه ما عندوش بنيه لا زعما بنتك دخلت تمثيل لا دير لي بغات والله العظيم ما عنديش مشكل دير لي بغات شوف انا جونغ اللي غادي نقلق انفلونسي لا باين من الجواب ديالو انه ما باغاش دير تمثيل لا تقدر فرح هي تدخلها والله الا دير لي بغات نو ما عندي حتى شي مشكل دير لي بغات حياتها هذه لا ما غاديش نبقى ديال التورماج باش نقول لها من قدام ديري لي في بعدا راه بخدمتك شوف كاين فلوس معايا علاش انا غنمشيو حتى الحلقه اللي واكلين فيها العصر كاين شي حاجه في رمضان كاين شي حاجه في رمضان الله يسامحك سول ديال هذا زيد عمر نصيح انا مباشره هذه اصاحبي سولناك انت لا لا مش كاين شي حاجه في رمضان اجا انا لا هي اللي تسولها كاين شي حاجه في رمضان هو راه عنده بزاف شوف والله هذه دابا 55 ولكن لا هذه اختيار رمضان كاين كاين شي حاجه كاين كاميرا خفيه يا ربي جوليا خشي كاميرا خفيه والله ما كرهتها ديرها زعما بهذاك المستوى اللي كيتقدم لا 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 غادي ندير شي حاجه واعره التخفيف اللي كان التخفيف ولكن المشكل انا تخاف تهرس لا كارير ديالك الا درت كاميرا خفيه لا والله ساعات كلشي حاجه انا ما نصحكش لا ما تخافش والله ما تخاف ندخل كاين شي كاين شي اقتراح صافي غادي نقيدو صافي غنقيدوك صافي نقيدوك صافي كاين كاميرا خفيه شارك معنا في كاميرا الله اكبر الميساج ديالك اللي وصل تيرو له الحناكم ولا كاميرا كاش عاود كلمه للجمهور الاصوات اللي كيسمعوا الاصوات شوف اصوات صراحه